الشباب يقولوا انه كان مقدم لك عرض انك تغني لكنك رفضت وثبت على مبدأك انه انا منشد ولن اذهب الى المكان الاخر. خلصت؟ اي عشان اجاوب. إيه؟ الفترة اللي فاتت انا حاليا منقطع يعني كثيرا عن مجال النشيد مثل ما تفضلت لظروف كثيرة يعني من ضمنها وظيفتي ومن ضمنها الامور الثانية. جتني عروض كثيرة اثناء خلينا نقول الذروة لابراهيم السعيد تكلم ما بين 2000 و يعني خلينا نقول لاخر 2014-15 عروض كثيرة يعني من شخصيات من شركات من شيوخ من امراء بحكم انهم يعني سمعوا هالصوت وحبوا سواء اتصالات او فيس تو فيس يعني. السالفه ما هي يعني السالفه مبدا انا عندي مش فقط خلينا نقول جانب ديني حتى جانب اجتماعي. انا شخص غير ملتزم وخلينا نقول عبد فقير ومذنب الى الله ولكن في امور مشتركه كثيره تخليني انا ارفض هالشيء ومن ضمنها قلت لك المبدا الاجتماعي يعني باختصار انا عندي راي الوالد والوالده اهم من كل شيء. جميل. فهالشيء أنا متمسك فيه. أنا أختلف معاك لما تقول أنا شخص مش ملتزم، لا بالعكس يعني الالتزام بعض الناس صوروا أنه مجرد شكل وطريقة حكي وطريقة بالعكس أنا أتكلم كمسطرة خاصة فيني أنا لا يعلمها أحد، أنا أصنف نفسي غير ملتزم. أي نعم.